فيها. اوكي، goal setting theory هنا ما بدنا الشكل يعني ناخذه بتفاصيله الدقيقه وبشكله، ولا راح يجي سؤال انه ترسم الشكل ابدا، لكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار بانه الاهداف اللي بنحطها بتكون specific and difficult. هاي specific and difficult اذا كانت بدها تكون في بعديها اذا بتمشي في الشكل من اليسار لليمين بتكون accepted، وبيكون في عنا فيها commitment. اوكي، يكون في commitment. طيب خلينا الأسئلة للأخير إذا في أسئلة. أوكي، يعني أنا بعطيكم 5 دقائق في الأخير إذا في أي سؤال، حتى ما يكون في يا عبد الله أي interruption. خليك للأخير، يعني بعطيكم 5 دقائق في الأخير تسألوا أسئلة. فهلأ الجولز هذه بيكون فيها كوميتمنت، فيها انتماء هاي الجولز، وبيقود ذلك الى انه يكون في عندنا موتيفيشن، يصير في عندنا موتيفيشن، والموتيفيشن هاي بتكون مصاحبه لايش؟ لشغلتين اللي هو سيلف افيكاسي والناشنال كلتشر، يعني الثقافه، مرات ثقافه البلد هي اللي ممكن تكون تخلي الناس يكونوا عندهم نوع من الثقة بالقدرات والموتيفيشن، وبيقود في النهاية هذا إلى هاي بيرفورمانس اند جول اتشيفمنت بالتعاون مع الموتيفيشن وبالتنسيق مع الموتيفيشن. فإذا لو مشينا بالشكل من اليسار لليمين بنلاحظ بأنه if you set your goals by yourself and these goals are specific and difficult but accepted. Difficult or sometimes we call them challenging but accepted. يعني you accept these goals. You like the challenge in these goals. Okay? If you like the challenge in these goals and you accept these goals, then you will be committed to achieve these goals. Okay? And this will lead to high motivation. Motivation to achieve your goals, to work toward the goals. وبيكون associated with this motivation, self-efficacy, which means that you believe in yourself, you believe in your abilities. وبالنهاية بيقود هذا الحكي الموتيفيشن بيقود إلى high performance plus goal achievement. Okay. في نظرية حلوة كثير برضو اسمها reinforcement theory. أوكي، reinforcement theory بالعربي اسمها نظرية التعزيز. The theory that both behavior is a function of its consequences. أنا بعتقد هاي النظرية نوهنا لها سابقا بأنه نظرية التعزيز هي عبارة عن أنه سلوكك الأكشن تبعك بيكون محصلة للنتائج التي ستنطوي على هذا السلوك، سواء كانت النتائج خيرا أم كانت شرا، هذه النتائج هي التي تتحكم بسلوكياتنا. على سبيل المثال، سلوكك الآن في اهتمامك واجتهادك إنك تصحى الساعة 10 وتحضر هذه المحاضرة، هذا يسمى behavior. behavior تبعك هو حضورك للمحاضرة واستعدادك لها الساعة 10 صباحا. أوكي، لماذا حصل هذا السلوك؟ ومحصلة للconsequences، نتائج هذا السلوك. نتائج هذا السلوك هي خلتك تسلك هذا السلوك، نتائجها ايش؟ الاستفادة، تجنب المسألة، حضور المادة مشان تجاوب على الأسئلة في الامتحان ومشان تتعلم. إذا الconsequences في مثال هذا هو التعلم الذي سيطر على سلوكك، الذي سبق عملية التعلم، سبق النتائج. فنحن وكأننا أبناء ما يحدث لنا من نتائج، يعني كأننا نحن محصلة في
في سلوكياتنا في الأكشن تبعتنا لما نتوقع من نتائج تحصل لنا. أوكي؟ والريينفورسرز هي المؤثرات أو المعززات، هي الكونسيكونسز اللي إما أن تحدث immediately following a behavior or it takes some times. هاي الريينفورسر المحفزات increase the probability that the behavior will be repeated. That's why you attend class every week, every lecture, about 45 students now on the list, starting from Arafat, Iman, Hana, إلى آخره, حاضرين هاي المحاضرة بشكل متكرر. Why? Because of the reinforcer, المعززات التي تعزز حضورك للمحاضرة. إذا نظرية التعزيز إحنا بنستخدمها ليل نهار، بس بنسميهاش تعزيز. لما بتعطي أخوك أو أختك 10 قروش مشان إيش؟ مشان إنه مثلاً يعمل لك شغلة في البيت، يساعدك في شغلة معينة على سبيل المثال، هي تعزيز. تعزيز ليش؟ لهذا السلوك لهذا الطفل، حتى إنه يقوم بأكشن معين ويتوقع أنك في كل مرة سيقوم لك بهذا الأكشن ستعطيه مالا أو مكافأة. فلذلك بصير في عندنا repeating in this behavior. We repeat the behavior because we think that we get something out of this behavior. That's why we repeat our behavior as of the reinforcement. وأتوقع حكينا سابقا قبل ما نيجي على هاي النظرية اللي هي designing نيجي وين رحنا هون. قبل ما نيجي على اللي بعديها، في 4 types of reinforcement توقع حكينا عنهم سابقا. positive reinforcement انك انت تشجع واحد بشكل ايجابي positive. negative reinforcement تشجع واحد ويكون المعزز للسلوك سلبي، يعني انه مخالفة او كذا. وفي punishment، البانشمنت الآن بتخليك ما تطلعش في الشارع قبل الساعة 10. أو مبارح في ناس كثير أخذوا عقوبات أول مبارح، وهاي العقوبة هي لتعزيز السلوك لكي يقول لنفسه أنه أنا لا ما بدي أطلع خوفا من العقوبة اللي هي بانشمنت. إذن البانشمنت جعلت أعداد كبيرة، ملايين كثيرة من الأردنيين يتوقفون عن الخروج بسبب حظر التجوال خوفا من العقوبة، وفي بعضهم لأسباب أخرى، معززات أخرى، positive, negative, punishment. فإذا في هناك معززات أخرى تعزز هذا السلوك. أوكي؟ في عندنا extinction أيضا معزز للسلوك، وهو no reinforcement is imposed. Meaning that if you keep raising your hand in the class and your teacher ignores you, this means that your behavior will be affected, that you stop raising your hand. Okay? If you keep doing something bad and someone ignores you, you might stop doing something bad because you think that this guy is very nice to forgive you and to do nothing against you. يعني الextinction extinction extinction هي عبارة عن عدم تطبيق أي سلوك من قبل اللي بيعمل reinforcement، من قبل المدير، من قبل الأستاذ، ما بيقوم بسلوك معين اتجاه الآخر، وذلك بهدف الصمت، يعني نوع من التعزيز. أحيانا تشكل عقوبة الصمت للإنسان الآخر اللي أنت بتحاول تغير في سلوكه، أو عدم تطبيق أي نوع من الرينفورسمنت. فكثير من الناس مثلا يجهل عليهم شخص معين ويؤذيهم ويسبب لهم الأذى،
ولكنهم لا يقومون بأي يحركون ساكنا، لا يحركون ساكنا extinction. هذا الشخص يتأثر بأنه هذا الشخص الآخر لم يقم بأي تصرف بالمقابل وكردة فعل يحق له القيام بها. ولكن إذن في عندنا four types of reinforcement: positive, negative, extinction and punishment. You can search for them in the book and they are available in the book. Next, motivation is designing motivating jobs. يعني أنت كمدير لو كان عندك مشروع وكان عندك موظفين، ممكن أنك تتحكم في إعادة هيكلة الوظيفة وإعادة تشكيل الوظيفة للموظف اللي بيشتغل عندك لكي تصبح هذه الوظيفة interesting, motivating, meaningful. كثير من المدراء بيجي على جو العمل بيلاقي الناس محبطين. ليش؟ لأنه العمل تبعهم روتيني وساعات عمل طويلة. بيجي بيقول لهم شو؟ بدي أنا أعيد تصميم وظائفكو بحيث تصبح هذه الوظيفة أقل boredom, less boring jobs. فلذلك في شيء اسمه job design. Why job design? To motivate people. Job design, the way tasks are combined to form complete jobs. وأنا عندي definition أخرى for job design. Job design is restructuring the job to become more interesting or more effective or more efficient. Okay. Job scope اللي هو إطار أو نطاق الوظيفة. نطاق الوظيفة. The number of different tasks required in a job and the frequency with which those tasks are repeated. يعني عدد المهام المختلفة المطلوبة في الوظيفة ودرجة تكرار هذه المهام. درجة تكرار. The frequency with which those tasks are repeated. مثلا سكرتيرة كم مرة باليوم تطبع؟ كم مرة بترد على المكالمات الهاتفية؟ كم مرة بتعمل للمدير مثلا ملفات وأوراق وبتقدم له البريد لكي يوقع عليه؟ هذا scope of her job. The scope of the job for the secretary might be limited. Just answering the phone. يعني عندنا سكرتيرة في العمادة فقط مهمتها هي الرد على المكالمات الهاتفية لبعض أعضاء الكلية للعمادة الكلية. وبعض السكرتيرات لا، بترد على المكالمات الهاتفية وبتعمل البريد وبتحفظ الملفات وبتعمل الصادر وبتعمل الوارد وإلى آخره من أعمال. فالسكوب تبعها بيكون متعدد. Number of different tasks might be wide number, might be narrow number of tasks. وهذا بيأثر طبعا على المتعدد. Okay. Job enlargement, the horizontal expansion of a job by increasing job scope. Increasing the number of different tasks at the same level. يعني زي ما حكينا بالنسبة للسكرتيرة قبل شوية، ممكن إنها سكرتيرة تقوم بوظيفة واحدة، هنا الجوب انلارجمنت ما فيه. ممكن تقوم بعدد أكبر، الجوب انلارجمنت عم تكبر. ممكن تقوم بعدد أكبر، الجوب انلارجمنت تكون بعدد أكبر وأكبر. الجوب انلارجمنت بالنسبة للدكتور والقيام بالتدريس، القيام بأعمال إدارية، القيام بالبحث. إذن هذا السكوب وهي الانلارجمنت، توسيع. فذاك بعض المدراء شو بيسوي مشان يخلي وظيفتك مور انترستينج، مور مينينغفول، مور يعني لس روتين؟ بيقول لك بدي نضيف لك 4-5 مهام، أو بدي نضيف لك مهام أخرى في عملك لكي لا بين قوسين تزهق، مشان بتزهقش لأنه إشي بزهق.
ومشان أيضا يكون في إنتاجية وبرفورمانس أفضل داخل المؤسسة. نكمل في النقطة الرابعة اللي هي job enrichment، وتختلف عن job enlargement بشكل جوهري. job enrichment the vertical expansion of a job by adding planning and evaluating responsibilities for the employee، للموظف. يعني هي عبارة عن التوسع ليس الأفقي، نضيف مهام جديدة على نفس المستوى، إنما هي التوسع العمودي في الوظيفة الذي يتمثل بإضافة عملية التخطيط والتقييم والسيطرة والصلاحيات. يعني we give them the employee more responsibility. أنت وظيفتك اعمل برنامجك لحالك، خطط لحالك، تعمق في وظيفتك لحالك. أوكي؟ أنت مسؤول، بدناش نظل نراقبك في الصبح وفي الظهر وفي المساء. أنت بتقرر بالنسبة لوظيفتك كيف تعملها، how to do your job. So this is job enrichment. وهي مهمة جدا. الناس اللي إذا كنت أنت بتشتغل في مؤسسة ومديرك بقولك شوف يا حبيبي، أنت do your job by yourself. Make the plan for your daily job by yourself. أنا ما راح أقولك كيف تسوي كل يوم، والسكاجول تبعك أنت حطه زي ما بدك. هنا أكيد بيسووا هاي الإشي to increase the motivation of the employees. Job depth, the degree of control employees have over their work. اللي هي تابعة لجوب انريتشمنت. Job characteristics model, a framework عبارة عن إطار عام for analyzing and designing jobs that identifies jobs that identifies primary core job responsibilities, their interrelationships and their impact on outcomes. هنا في الجوب كاركترستكس موديل، اذا ما فهمت اللي حكيته قبل شويه الشرح هون، في عندنا في الجوب كاركترستكس موديل على أقصى اليسار زي ما أنتوا شايفين بالشكل، إيش موجود تحت كلمة job characteristics model على أقصى اليسار؟ موجود core المهم job dimension، مضبوط؟ موجود بحمله بنقله وين على موسيقى من هون وحسن نزل أغاني على الجهاز. ايش كمان تعمل سمعني صح؟ هلا هو هي فيديو عن صورة هكذا مثلا وتبعها طائق شيء تمام يلا هو بقدر احفظ اعطيكم كنت بعرف كاد صوت يعني كان يعني فقلت لهم اللي يقلبها اتوقعش انه اذا عملت لك اياه انه يطلع تلفونك سليم منيح انه بعد ما اطلع يعني فاهم؟ لا طبعا سليم ايش يعني دكتور انت اعمل ميوت للكل لانه الواضح في حدا ناسي سامعين ها؟ ألو؟ سامعينك صوت واضح. طيب صوت واضح؟ واضح. طيب كويس. في job core job dimensions include skill variety, task identity, task significance, autonomy, feedback. أهم شيء في الدرس إنك أنت تفهم هذول الخمسة شو المقصود فيهم. اوكي سكيل فرايتي هو عباره عن انه المدير يجي يقول لك بدي اعمل لك تنوع في المهارات تبعتك، ومطلوب منك التنوع في المهارات.
وهذا بيتطلب إيش؟ بيتطلب طبعاً تدريب وترينينج. تاسك ايدنتيتي اللي هي الهوية، يكون لوظيفتك فيها هوية، وهوية بمعنى أنه الوظيفة اللي بتقوم فيها أنك تقوم فيها من A to Z، ما حد يتدخل خلال البروسيجر اللي بتقوم فيه أنت، ما حدش بيجي في نص الشغل وبقول لك أنا بدي أكمل عنك، يعني بيعطي تكامل كلية للوظيفة، يعني you do the whole job. The same thing like for example in production. The man who do for example a certain production job, he might do the whole job from A to Z. معنى ذلك إنه هو عنده task identity وبيشعر في قيمة الوظيفة أكثر. مثلا اللي عنده بيعمل project okay. البروجكت بتطلب 5 خطوات، انت بتقوم بهاي الخطوات 1 2 3 4 5 كلهم، وبتشعر في انه انت يعني سيطرت على كل البروجكت بحيث انه او حتى مع اشخاص اخرين، لكن انت قمت في التفاعل وادراك وفهم والتسلسل في كل خطوات المشروع تبعك حتى النهاية، فهي اسمها task identity. في الوقت اللي ممكن انه لما توصل للنتائج فقط انت تعمل مقدمة في البروجكت، ولما توصل لنتائج البروجكت تقول لك في واحد تاني بده يكمل عنك النتائج هذه، انت مش من صلاحياتك انك انت توصل للنتائج او توصل لمرحلة متقدمة في هذا المشروع. خلاص الله يعطيك العافية انت سويت هيك، هذا المطلوب منك، فبتشعر انك انت ما عرفتش بعدين شو اللي صار في هذا المشروع. فالتاسك ايدنتيتي it means that the whole task is under your control. تاسك significance ايضا بتساعدنا في الموتيفيشن، اللي هو يكون عند الموظف شعور، وهذا في psychology يعني يكون عنده شعور بأهمية الوظيفة. وأحسن مثال على ذلك الأطباء اللي اليوم بيشتغلوا بالليل وبالنهار، ولما يشوف الطبيب بأنه على سبيل المثال وهو داير باله على واحد مريض في الكورونا أنه آخر النهار نتيجة للاهتمام والرعاية، صح ما فيش علاج لحد الآن، لكن نتيجة للرعاية اللي قام فيها لهذا المريض في آخر النهار خلال 3-4 أيام، استطاع هذا الدكتور أنه بعون الله سبحانه وتعالى أنه هذا المريض يشفى. شو بشعر الدكتور في هذه الحالة؟ بشعر بأنه المهام اللي قام فيها significant مهمة جدا، ذات أثر على البشر. أوكي، أنت لما بتقدم منتج بندورة بطاطا كمزارع وبيشعر بأنه الناس عم بيأكلوا البطاطا تبعته من أحسن النوعيات وبيشكر ربنا وبيستفيدوا صحته بتحسن، قد يشعر بهذا الشعور وقد لا يشعر. من يشعر بهذا الشعور يشعر بالكونسيكونس وبنتائج السيرفيس تبعه اللي بيقدمها للبشر، يكون في عنده تاسك سيجنيفيكانس أكثر. فلذلك هذه مين البي بلورها التاسك سيجنيفيكانس، مش بس الموظف، برضو الإدارة لما تعطي للموظف وتبلور أهمية ما يقوم به. أوكي، أهمية ما يقوم بها، مثلا لما نقول للموظف اللي ببيع نقول شوف ما شاء الله الأداء تبعك صنع حياة أفضل للكاستمر، حل مشاكل الكاستمر بصورة أفضل. فدائما السيجنيفيكانس للوظيفة نأخذها من وين؟ نأخذها من أهمية الوظيفة أو أهمية التاسك وانعكاساتها على المستخدم أو المتلقي أو المريض أو المجتمع. أوكي، أوتونومي برضو بتعمل موتيفيشن عالية، إنه نعطيك استقلالية في العمل. أوتونومي، الفيدباك والحصول على فيدباك من الآخرين حول ما تقوم به من عمل. لما المدير ينادي عليك يقول لك تعال عندي على المكتب، انت امبارح قمت في كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الشيء
نتائجه كانت كذا 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 كذا، ونقاط القوة ممتاز جدا، نقاط ضعف بسيطة جدا. فهنا بيعطيك فيدباك عن شغلك، بيعمل لك نوع من التعزيز الإيجابي والموتيفيشن. إذن job characteristics model بيحوي على 5 characteristics. These characteristics start from skill variety up to feedback. Skill variety, task identity, task significance, autonomy and feedback. All this lead to a critical psychological state. أهم هاي psychological states، الحالات النفسية اللي تشعر فيها، إنه meaningfulness. You feel that the job is interesting, meaningful. الأوتونومي بتعطيك شعور بالresponsibility، والفيدباك بعطيك أيضا knowledge of the actual results of the work activities. وكل هذا بيقود إلى أيضا personal and work outcomes. High internal motivation، مش external. High quality work performance على أقصى اليمين، لاحظينه. High satisfaction with the work. Low absenteeism and turnover. الدراسات وجدت بأن المدراء والمؤسسات اللي بتطبق الفايف characteristics model في كثير منها، ليس مش كلها، لأنه في عندك contingency model يقول لك في بعض الشركات ما بيزبط، لكن في كثير من المؤسسات وجدوا بأن المؤسسات اللي بتطبق هذول الخمس أبعاد اللي على أقصى اليسار بيساهموا في الحصول إلى نتائج على أقصى اليمين. هاي النتائج بما أنه متكلم عن الموتيفيشن وهي أهم نقطة، بيحصل عند الموظف High Internal Work Motivation أو نسميها Intrinsic Motivation، دافعيته بتزيد. ليش بتزيد؟ بسبب الأشياء اللي بالوسط psychology اللي صارت معه، تحركت معه، اللي هو feel that his job is meaningful. ما في أحلى من أنك تشعر بأن الوظيفة تبعتك إلها معنى، إلها معنى في حياتك، تلتقي مع طموحاتك ومع التحديات اللي بتصنعها داخلك، وتلتقي مع رغباتك، وتلتقي مع ما تعلمته من مثل، من قيم، من مهام، من مهارات. لما أنت تشتغل في شغل معين وتشوف بأنه والله المهارات اللي تعلمتها في الجامعة جابت نتيجة، الأشياء اللي تعلمتها في الجامعة في الأكاونتينج أو في الإدارة هيني بطبقها، وتلتقي مع ما تعلمته من أشياء. أوكي، فصير معنى عندك، معنى هنا. أوكي، فلذلك الإدارة تصنع هذا المعنى من خلال five characteristics model، بتقود إلى intrinsic or internal high internal motivation، high quality work performance، high satisfaction، وأيضا low absenteeism and turnover. بصير الناس بطلوا غيبوا، بصير ما يصدقوا رائع الشغل، بصير بدهوش يترك الوظيفة، بيكون يفكر أنه يتركها، بس لما المدير بحط له الفايف دايميشنز هذولا بصير بده يظله في الوظيفة تبعته على طول. نوقف عند هون عشان وعدكم أنه في آخر في 4 دقائق نسمح لكم في الأسئلة، ولكن الصوت أنا بدي أحل مشكلة الصوت هذا اللي هو ضعيف من جهتكم باتجاهي. أنتوا سامعيني وهذا شيء كويس، بس أنا متألم أني أنا مش قادر أسمع صوتكم بشكل جيد، فإن شاء الله هذا سيكون في مجال. تفضلوا، مين بحب يحكي؟ Any questions؟ أي واحد، أي حد فيكم يشيل البيوت عنده ويحكي لي شو بده يحكي. دكتور، الامتحانات الحين الكوزات صارت يوم الخميس. كيف؟ الكوزات صارت يوم الخميس. الكوزات صارت هيك يوم الخميس الكوزات. يعني ما في كويز. نشوف في تشات عندي هون. حد نفس التوقيت راح يكون الساعة 3. بدنا سلايد دكتور، ما يصير. طيب أبشري،
سلايد لشابتر 17 موجود، سلايدات شابتر 17 يا ميس موجود. مين كمان بحب يعمل شات او يسال اي سؤال؟ راح يكون على نفس الساعه، الساعه 3 الامتحان صح؟ كيف راح يكون الامتحان الساعه 3 الامتحان؟ اي اي امتحان اول كويز يوم الخميس راح يكون على نفس الساعه 3. الساعه 3 يعطيك العافيه. الله يعطيك. اي سؤال اخر دكتور؟ بعرف شيء مشكله من عندكم ولا من عندي؟ يعني كان لك لما تحكي باخر الدنيا هاي مشكله الاي ليرنينج والزوم بصير عليه مرات مشاكل، لكن اذا في اي سؤال الشات تكتب لي. هاي زي مثلا راما الريحان كتبت لي امتحان على 3 راح يكون يوم الخميس. نعم الساعه 3 يوم الخميس فقط، كل يوم خميس راح يكون امتحان كويز، يعني مش امتحان نحكي عن امتحان كويز. اوكي مين بحب يكتب كمان شات اي سؤال؟ بعد دقيقه وعشر ثواني فقط. اللي بحب يكتب اي شيء وانا ان شاء الله بحاول احل مشكله الصوت هذا من عندكم اذا كانت مشكله عندي. طبعا زمان كنت اسمع اصواتكم جيدا، شو المشكله؟ ما بحب اني وان واي كوميونيكيشن، انا بحب دائما يكون في يعني انه اسمع صوتكم. بس جوز ابني خرب السماعة كان على البلاي ستيشن تبعته. أحمد محمد الزعبي دكتور سلايدات قديمة هو شابتر 17، أبشر راح أشيك عليها وأعمل ديليت للي حطيته وأحط لك شابتر 17 ناو. أوكي يا محمد الزعبي، ولا رغم أنه الفيديوز اللي بحطهم بسدوا عن السلايدات، بس بدك سلايدات مش سبورتيف، مش يعني سلايدات مرجعيه اساسيه، يعني سلايدات ما تعتمد عليهم بشكل مطلق. هذا قصدي. اي اذر كويستشن شات؟ يلا دكتور سلايدات قديمه. اوكي اوكي شكرا دكتور، شكرا انت كمان.